كل حال احنا كلجنة علمية درسنا هاد البروتوكولات الصحية اللي متعلقة مع فتح الرحلات بصفة تدريجية، والآن السلطات العليا تاع البلاد خدات كل المعلومات الكبيرة وصغيرة على البروتوكولات، على ما نطلبه من المواطنين من المسافرين، واش لازم يديروا واش لازم يعملوا. ما هي التوصيات؟ التوصيات هي توصيات اللي ما تغيرتش كثير على كل حال. التوصيات قعدنا في التوصيات الكلاسيكية تاع البي سي ار 72، قعدنا باللي الإنسان لازم يعمر واحد الورقة اللي يونجاجي روحو فيها الى ربما كان حجر ولا ما كانش حجر. انا وقيل اكثر من 400 سلاله جديده، والمهم حاله والمهم هو ان وين تكون سلاله جديده يكون تحريات وبائيه دقيقه جدا وتحويط على المضرب اللي فيه السلاله الجديده. واليوم ما شفناش انتشار كثير اكثر من الاسبوع الفارط، ونشوفوا باللي الحاله راهي متحكم فيها على كل حال.